نعمل النهارده طبق سمك صيني من المطبخ الصيني. مفيش مشكله، تنوع السفره بتاعتك، مش لازم الكمون والكزبره والشغل الشرقي مع السمك، خلينا ننوع. معانا صويا صوص، معانا زيت السمسم، تعالوا شوفوا نعمل ازاي سمك فيليه الشبيات مع النودلز من المطبخ الصيني. المقادير على الشاشه: نودلز اللي هي نودلز الرز اللطيفه الجميله الحلوه، ودي موجوده دايما في اي سوبر ماركت موجوده، اذا مش موجود منها في النودلز العاديه، وفي طبعا او سباكيتي مفيش مشكله، او زي مش عايزه ده ولا ده يبقى رز ابيض، وانا شخصيا بفضل الرز الابيض البسمتي جنب الطبق ده. معانا سمك فيليه شربيات ومعانا النودلز، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. معانا زيت شديد الحراره على النار، حلو، ومعانا طاسه شديده الحراره على النار. دول ادواتي في الشغل. اول حاجه هعملها هتبل السمك. هناخد السمك القشر البياض ده كده، ده سمك عادي مجمد بيتفك، بيتباع في اي سوبر ماركت، بيتباع في اي سوبر ماركت لطيف. بتجيبيه طبعا ما ينفعش انك تفكيه في الميكرويف او في درجه حراره، بتسيبيه يفك براحته خالص. طبعا قبل ما نطلع الفاصل شفنا الكابوريا مع بعض، الكابوريا ما زالت في الفرن بتستوي، عايز لها تقريبا من الطايم 10 دقائق. هناخد السمك نقطعه التقطيعه دي كده بالشكل ده كده، طولي الاساسي في التتبيله بتاعت السمك ده النشا مع الثوم مع زيت السمسم مع الصويا صوص. التوابل، ودايما بقول الكلام ده لما بروح لاي مطبخ من المطابخ العالميه، التوابل هي اساس المطبخ. ايه اللي هينقلنا للمطبخ الصيني مشاهدينا الاعزاء؟ التوابل، الصويا صوص وزيت السمسم. كده احنا مطبخ تاني خالص. ادي الصويا صوص وده زيت السمسم، كده انا في الصين. حلو الكلام، زي الفل. مش هحط ملح ولا ايدك تيجي على الملح. معانا نشا بنحطه على السمك ده زي ما هو كده، حلو زي الفل. عصرة ليمون على السمك ده، شوية ثوم على السمك ده، فلفلة حمراء اختياري ولكن هتديني اللون البنك الحلو. ناخد ده كله مع بعضه ونقلبه. وعندي زيت شديد الحرارة، شفت الجو ده كده؟ الله، ده ينفع مع فراخ؟ صدور فراخ نفس الطريقة. زيت سمسم، صويا صوص. رحت الصين وانت قاعدة في مصر ام الدنيا بتتابع القناة الاولى، في الخارج بتتابع الفضائية المصرية، بنعمل اكلات من المطبخ الصيني ولكن بخفة دم مصرية. تاني، التتبيلة دي عبارة عن ايه يا عم الشيف؟ عبارة عن ثوم، صويا صوص، زيت السمسم، فلفلة حلوة اخواننا الصينيين بيحبوها. كل دولت طبعا الاساس هنا معلقه النشا مع عصره الليمون مع بعض. هناخد زيت شديد الحراره هنا وتعالوا نحمر السمك ده مع بعض على ما نجهز له طبعا الخضار بتاعه والنودلز بتاعته بالشكل ده كده. هنا الرخويات، كاليماريا، سبيط، الاخطبوط، اسماك بدايه من البولت بتاعنا والبوري، قشر بياض، بربوني، هامور، وقار، مرجان، شعور، ناجل، دينيس، أروس، مياس، كل دي أنواع سمك موجودة عيلة لوحديها. السمك بيتحمر بالشكل ده كده، وبعد التحميرة دي بنجهز له إيه يا عم الشيف؟ التوابع بتاعته. هنشوف النودلز هنستخدمها ازاي دلوقتي. ده ما يتقلبش خالص، تنه في الزيت كده، ممنوع منعا باتا يتقلب زي ما هو كده، اي تقليبه هنخسرنا كتير. عايز شويه الخلطه دول، انا عايزهم، هنخليهم جنبينا هنا كده، وتعالوا نشوف هنكمل شغلنا مع بعض ازاي. معانا في الخضار جزر، فلفله حلوه،
إخواننا الصينيين بصراحة يتفوقون ويبدعون ويتميزون في تقطيع الخضروات بأشكال هندسية. لازم كل واحد ياخد حقه، هو ربنا مديهم الإيه؟ الموهبة دي. حتى في السكينة بتاعتهم، في مسكتهم للسكينة، بس تيجي تقول له تعالى اعمل طبق كشري أو ملوخية بالطشة ما يعرفش، يضعف. كل واحد في مكانته إيه؟ فارس. حلو الكلام. هناخد الجزر بتاعنا ده كده بالشكل ده كده، تعالوا نقطعه كده جوليان رفيع جدا. حلو اهو. ده عشان ما ياخدش وقت كتير في السوا. كمان ممكن نقطع معاه كوسه بالشكل ده، نقطع معاه خيار بالشكل ده، كمان دي مع بعض. لازم الاول يتقطع شرايح، بعد كده يتقطع بالشكل اللي احنا عايزينه. طبعا في دلوقتي مكان بيقطع الخضار بالاشكال اللي انتوا عايزينها، مفيش مشكله. بس هي بصراحه انا بحب دايما استخدم مهاره ايدي في التقطيع. حضراتكم عارفين عني كده، حتى في العجين احب استخدم مهاره ايدي وهكذا. نفس الطريقه دي هنقطع شويه فلفله خضراء حمراء صفراء مع بعض. انا اخدهم كده برضه، اعلمك حاجه كده على السريع اهوت، كلهم فوق بعضيهم كده بالشكل ده كده، تحت السكينه مسير الملوخيه تيجي تحت المخرطه. شفت المهاره اليدويه اهي، مفيش احلى منها. السمك بيتحمر في الزيت وما يتقلبش من فضلك. قطعت الخضار بالشكل ده كده زي الفل. معانا بصلايه كمان بناخدها كده، هناخد كل الخضار ده عم الشيف في طاسه شديده الحراره بتسخن على النار. حلو الكلام. بالشكل ده كده تمام. ايه الاخبار هنا؟ قليل من الزيت. حلو، معانا زيت زيتون برضو، قليل من زيت الزيتون، الريحه الحلوه. معانا تشكيله الخضار او تشكيله الحلوه دي كده اللي كانت معانا من شويه، فاكرينها دي؟ هو ده هو ده هو ده، دي التركايه. حلو، ناخد الخضار بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي، ينزل هنا. يلا بينا، يلا بينا، هو ده. كل دول مع بعض يا عم الشيف، والسمك بيتحمر في الزيت. الله، هعلمك حاجه دلوقتي. الخضار ده ياخد اللون بتاعه، طبعا مش هنستخدم ملح خالص، استخدمنا هنا صويا صوص وزيت السمسم. شفت اللون؟ شفت الجمال؟ هو ده تحفه، صوره فنيه بتشكيل الخضار اللي احنا قطعناه مع بعض. حلو الكلام. اخبار السمك يا عم الشيف؟ بص على السمك ودلعه بقى، هو ده زي ما هو كده، مش هنيجي جنبه. اخبار الكابوريا ايه؟ يا حلاوه، خلينا نطلعها من النار. عينيا ركزي بقى معايا، النودلز بتاعتنا الجميله الحلوه اهي هتنزل زي ما هي كده اهي اهي. بص اهي، الله اهي بجد يا شيف. احنا مع بعض. دي بتتكسر، النودلز جلاس يعني النودلز الزجاجيه. هنخليها زي ما هي كده، زي ما هي كده يا عم الشيف. الله عليك، الله عليك وعلى والديك.
ايه البساطة؟ انا بحب المطبخ الصيني على فكرة، من المطابخ المفضلة عندي. حلو؟ قليل من الماء. بس خلاص. ونغطيها. ما نقلبهاش، عشان تقليبنا ليها هيكسر النودلز بتاعتنا. دي تتغطى شوية لدقائق معدودة. أخبار السمك إيه؟ خلصنا. إيه اللي هيحصل بعد كده يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي، الخضار هيستوي مع النودلز، أول النودلز ما تهبط ونشوفنا إدت لنا القوام واللمسة بتاعتها، بناخد السمك بنقلبه عليها ونقدم الطبق بتاعنا مع البرزنتيشن شوية سمسم أو شوية كاجو حسب الرغبة. للنودلز من المطبخ الصيني ممكن نقدمه مع جمبري، ممكن نقدمه مع سمك فيليه الشبيط، ممكن نقدمه مع فراخ. حلو الكلام؟ اخبار السمك ايه؟ هو ده. بص على الحلاوه هنا بالله عليك، شوف الشقاوه. هو ده. لغايه دلوقتي ما خدش الطعم الصيني اللي على اصوله. صويا صوص خد البصمه. الله. معلقه فلفله حلوه مع بعض. اه ده اختياري، عايزاها سبايسي. اهلا وسهلا. خلي شويه كده زي الفل. اخبار النودلز ايه؟ اهي شفت الحلاوه دي كده. هو ده. ايه الحلاوه دي يا مشي؟ ايه الجمال ده؟ دي صيني وامها صيني وابوها صيني وعائلتها صيني، بالصويا صوص وزيت السبس، ولكن بخف الدم مصري. اه هعمل ايه انا دلوقتي حالا مع حضراتكم؟ زي ما هو كده التقليبه الحلوه دي كده. اوعى يا امي ايدك تيجي على الملح، خلي بالك. الاكله هنا بريئه من الملح، بريئه من الكزبره، بريئه من الكمون. ناخدها زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، ونحطها هنا. عايز انا البهريز اللي تحت ده، الصوص ده. شفت النودلز بتاعتنا الجميله الحلوه؟ انا عارف انك بتتعذب دلوقتي من الحاجات الحلوه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اهو ده. التركية بقى اللي جاي دي، هو ده زي الفل. هنرجع الطاسة دي للنار يا عم الشيف باللي فيها، باللي فيها زي ما هي كده على النار، عشان في تركية هنا مهمة. حلو؟ وعايزك تعملي كده في المطبخ زي ما أنا شغال كده. جوزك بيسافر، شغله بيحتم عليه يروح الصين، يروح اليابان، سافر للخارج، أكيد بيرجع وبيبقى يهوى بعض الاكلات اللي اكلها هناك، عايز اكلها من ايدك. معاك شيف شاطر بالتابعيه على القناه الاولى، يقدر يعمل لك اللي انت عايزاه. اه ده السمك بتاعنا. ما يتقلبش كتير زي ما هو كده، قلبه والتانيه. يلا يلا بينا. على فين يا عم الشيف؟ زي ما احنا كده. اه ينزل هنا. اه معلش انا اسف، ها بس هي لازم الاكله تاخد الشكل ده كده. لازم التغليفه دي مع البهريز بتاع الخضار، الجو الحلو ده اللي حضراتكم شايفينه، ده الطبق بتاعنا. اه ده كلام كبير قوي. السمك اشرح نظري تاني. السمك اللي انا عملته ده اتعمل كريسبي بنشا بتتبيله الثوم صويا صوص، شفنا تبلناه مع بعض ازاي، بعدين اتحمر في قلب الزيت. سويت الخضار مع النودلز مع الصويا صوص. للامانه استخدمت في الفاصل معلقتين نشا مع قليل من الماء عشان يدوني البهريز والقوام اللي حضراتكم شايفينه. والمصداقيه دي دورنا وده شعارنا، لازم اقول بيحصل معايا ايه في الفاصل. حلو. وبعدين خدت الخضار غرفته مع النودلز، وبعدين خدت الصوص او البهريز اللي نازل من الخضار مع النودلز، قلبته مع السمك الفيليه اللي اتحمر ونزلت بيه على وش الخضار. السفره بتاعتي فيها تنوع، اه فيها شكل حلو. الكابوريا عملناها بالبصل المكرم اللطيفه وجميله، البصل هنا واخد طعم الكابوريا واليود بتاعته مع الفلفله الحلوه. عملنا النودلز الجميله الحلوه على الشاشه قدام حضراتكم مع السمك الفيليه القش البياض. سلطه الرنجه بتتكلم عن نفسها وبتتكلم مصري، يعني رؤيه فن ابداع. وخليها سمك النهارده. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.